الزياده ديالو كان طبيعي وديك الشيء، ولكن فاش ولدت الولده الثانيه حسيت واحد الفرق ما بين البنيته والوليد. البنيته كتكبر والوليد ما كيكبرش. البنيته كتكبر والوليد ما كيكبرش. ديك الساعه تفاجات مع الحويجات اللي كنلبس له ديال هاد الشهر الشهر الاخر ديال هاد حتى من العامين، وانا مازال كنلبس له نفس الحوايج. ديك الساعه جيت عند الاب ديالو هضرت معاه تناقش معاه، قلت له الوليد عندنا كنظن واقيلا فيه شي مشكل. ياك مع هو كون تزاد على 7 شهور كنا كنديروا له الكونترول كل مره. ملي مشينا عند الطبيبه قالت له هذا دابا خصني ندي لك عند طبيب العظام. ملي داتو عند الطبيب العظام وديك الشيء عملوا له المهم عملوا واحد الدراسه ديال لاكور ديال الطول وديك الشيء، هي هذيك صابوا عنده سميتو نقص في الهرمونات، صابوا عنده نقص في الهرمونات وديك الشيء. المهم تفاجئنا تقلقنا شويه، مهم دازت علينا المحنه. ديك الساعه ما حنا والزوج ديالي بقينا كنعاني بوحديتنا في الصمت. ان مشينا سولنا على الدواء وهذه العمليه خصك، كاين اللي كيقول لك العمليه خصك تمشي لبرا، كاين اللي كيقول لك مهم الدواء خصك مهم الملايين وداك الشيء. حنا المهم الحاله الحمد لله واكلين شاربين، ولكن داك الشيء ديال الدواء الغالي راه الانسان لله الله بنادم راه عنده الفلوس وكتصيبو الدواء كيقهرو. المهم ديك الساعه مشيت عند الزوج ديالي هضرت معاه قلت له دابا هذا المشكل هذا شنو نديرو فيه. قال لي شنو واش تقدر انتينا زعما تدي الدري للسبيطار توقف معاه ولا انا شكون فينا؟ قلت له ولكن واحد خصو يبقى خدام. صافي ديك الساعه قلت له انا مستعده نخدم على هاد الدراري اللي عندنا. ونتا اضطر تخرج من الخدمه، اضطر هو خرج من الخدمه وانا كملت المشوار. جات شي انسانه حتى هي بغات تعمل الخير وداك الشيء، قالت لنا راه ميسي عنده نفس المرض وهذه وهذه، نقدروا زعما نوصلوا له المشكل دوالي لعل وعسى. فعلا خدمات اجتهدت عملت حتى وصل عند ميسي. ملي وصل عند ميسي صافي تصور معاه هادي كنصيفط له واحد المهم تصور معاه هاد التصاور اللي كنتو كتشوفوهم. تصورت صور معاه تلاقاه صيفط له واحد التريكو ها هو وسنانو فيه كتب لواحد الكلمه فهمتيني عطاه ستيلو داكشي. حنا فرحنا وداكشي الناس وزان في جميع البلدان الدول كانوا كيعيطوا لنا الاذاعات بزاف الاذاعات هضروا معانا وداكشي اتصلوا معانا الناس في الفيسبوك كيقول لنا زعما الحمد لله ميسي عاونو كدا. كاين اللي كيقول لك عطانا 40 مليون، كاين اللي كيقول لك عطانا 100 مليون، كل واحد شنو كيقول. المهم قبل ما ميسي كانوا الناس كيعاونوا الدواء فهمتيني كيعطيو له الدواء، ما كانش كيتحبس له الدواء. كون من بعد كنا كنضربوا له الدواء حيت هو عنده واحد المشكل، الا تحبس الدواء ما كي بحال مثلا دابا ضربنا الدواء واحد 3 شهور ولا 6 شهور ولا وقفنا الدواء غير شهر صافي المفعول ما كيبقاش بحال ما دار والو. زدت وانا كنعاني بواحد المرض ديال النومو اللي ما كيخلينيش انني نطوال. نتوما كتشوف دابا انا كنقرا في السنه الثالثه اعدادي وانا كنبان انا قصار في صحابي، وهذا المرض هذا كنتاسف منه بزاف، ولكن هذا الشيء كنحمد ربي ماشي مشكل عادي. بابا وماما كيصرفوا عليا بزاف د الفلوس. هاد الدواء هذا هو اللي كناخذو كيسوى 2 مليون كناخذوني. كان هاد المرض هذا عندي عادي ماشي مشكل، غير هو ماشي انا ما كيدير لي حتى شي مشكل نفسي. ديك الشيء باش كنت اول مره كنت كنمشي للسبيطار ودخلت للمدرسه كنت كنعيش بحال ديك، ولكن الحمد لله تجاوز ديك الشيء مزيان. انتما كتشوفوا كنقرا في الثالثه اعدادي هو صاحبي كيقرا معايا. الفرق بيناتنا راه كبير بزاف. كتعجبني الكره بزاف، كنلعب مع فريق دابا حاليا كنلعب مع فريق نهضات وزان. ماشي كنلعب كره كل حاد القرايه شويه، ملي كنتلاقى مع صحابي كنخرجوا شويه في الشارع كنمشيو مراجعه عادي. حتى صحابي انا الحمد لله عندي صحابي كيبغيوني وكيعاملوا لي معامله مزيانه. في المدرسه ما كنلقاش شي مشاكل الحمد لله، الاساتذه كاملين كيعاملوني بحال ولدهم ماشي كتلميذ، هادي كنت بحال ولدهم. انا كنحس براسي بحال شي ماشي ما كنحسش براسي انا راه قصير ولا شحال، كنحس براسي عادي الحمد لله كنشكر ربي. كنتمنى انا نشوف والدي داخل عندي هكا راجل، فيما كنوض في الصباح كنقول يا ربي كبرك يا والدي، يا ربي يا ربي كبير عاد كبر ولدي. وشي مره كنحس به يائس، هو متصالح مع نفسه الحمد لله، ولكن بعد المره كنحس به في البيت ديالو ناعس ما كيهضرش ما كيتكلمش. نقول له مالك يا والد؟
كيقول لي لا والله ماما ما مالي والو. شي مره كيقول لي ماما انا وقيله ما كنكبرش. كنقول له لا ولدي غايجي واحد النهار غتكبر. كيقول لي وانا عييت من ضربت ليبره هذا ضربت هذا ليباري وهذه. عاوتاني بعد المره ما كيجينيش الدواء كنبقى جالس وقيله ما كنكبرش. كنقول له عيد اليقين ديالك ولدي في الله سبحانه وتعالى ويكون على خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمرض ديالي راه الدواء راه هو كان 2 مليون راه كانت شي صعيبه على الاب والام ديالي بزاف. راه ما حلتهم المصروف ديال الدار وديال الدواء ديالي. انا كنشكر ديك جميع المحسنين اللي عاونوني لا في خارج الوطن ولا داخل الوطن. وديك الشيء اللي قالته ماما على المرض ديالي راه فيه الكفايه. كنبغي نقول لهاد الناس هادو اللي كيشاهدوا هاد الفيديو يحاولوا يساعدوني باش نخرج من هاد المحنه اللي كنعيش فيها وما ياخذوش هاد الموضوع ديال ميسي دي كان حيت كانت نشرات واحد الاشاعه باش كنت تلاقيت ميسي. ميسي مجرد تلاقيت به وتصورت معاه خديت معاه بعض الصور وسنا لي في تريكو وعطاه لي والناس خداو هذا الموضوع مشكل. صحاب المراه قالوا راه تلقوا بعض الاشاعات راه وطاني فلوس وعاوني. حتى هذيك المساعدات اللي كنت كنتلقاها كنتلقاها من عند المحسنين ما بقيتش كنتلقاها ما بقيتش كنشوف شي حاجه ماشي مشكل. في الاخر انا كنبغي نشكر جميع المحسنين اللي عاونوني في خارج وارض الوطن ونبغي نشكر جميع الاساتذه والسيد المدير ديال الثانويه تاهيلي مولاي عبد الله الشريف حيت كيعاونوني معنويا وحتى على النفسيه ديالي. كنبغي نشكر صحابي والحمد لله هذا المرض هادي ما منعنيش باش انني كنت تلميذ متميز. الحمد لله عندي موهبه كتعجبني هي كره القدم.